السلام عليكم سنتحدث عن المادة كل شيء يأخذ حجم أو كتلة وهو اللي يعتبر مادة، يوجد ثلاث أنواع من المواد ممكن أن تكون صلبة أو سائلة أو غازية، لننظر إلى بعض المواد ال... نجد أن المواد الصلبة تأخذ شكلاً وتأخذ حجماً معيناً وشكلاً ثابتاً، الذي يجب تذكره أن المواد الصلبة لها حجم محدد وشكل محدد، لا يتغير الشكل والحجم بنفسها، ولكن إذا قمنا بتطبيق أي قوة قد يتغير شكلها، فهنا لدينا كرة من المعجون إذا كانت لوحدها فلن يتغير شكلها، أما لو قمنا بتطبيق قوة عليها، أي نوع من أنواع القوى أو القطع أو سنلاحظ بأن شكلها سيتغير. أمثلة أخرى لدينا هنا فستق حلبي يمكن أن نستطيع أن نقشره لدينا مطاط التي أن تستطيع أن أن تمتد وعندما نقوم بتطبيق عليها يمكن أن نقوم بقطع أو قص قطعة من الورق وأيضا لدينا هنا قطعة من المطاط والتي هي تتحرك أو هي مرنة ولدينا هنا باودر وهي شكل من أنواع المواد الصلبة الآن سنقوم بملاحظة القوام هذه البرتقالة قليلا خشنة ولدينا هذه طرية وممكن أن هذه ناعمة وقليلا طرية هذه إنها مرنة وما تستطيع أن نقوم بحنيها هي قادرة على الحركة وهنا لدينا قاسية وخشنة وهي أيضا هنا لدينا إنها خشنة إنها فرشاة وهنا لدينا ناعمة وقابلة للكسر وشفافة وهي صلبة طبعا العديد من الأنواع قد تكون من كل المواد الصلبة ولكن هذه قابلة للكسر والان سنقوم بنشاط لنقوم بعمل بعض الخليط من بعض المواد سنقوم بصنع خليط من مواد مختلفة هذا الخليط من المواد الصلبة ممكن ان نقوم بفصل المواد من جديدا مره اخرى فسنستطيع ان نفصلها مره ثانيه ونقوم بتوزيعهم. الان خليط من بعض المواد التي على شكل بودره وهو من الصعب ان نقوم بفصلها بعد ان نقوم بخلطها. So, هنا الخليط من المواد الصلبه ولكن من الصعب ان نفصله. هذا الخليط من مواد كبيره لدينا اقلام وماركرز، فنلاحظ بانها بما انها كبيرة الحجم من السهل فصلها ووضعها جانبا، وثم وضع الاقلام بمكان اخر. والهون لدينا قليط من الماربل الموجودة في الماء، وهي صلبة، وال وهي يوجد ماء، وهي سائلة، ويوجد ايضا بعض افقاعات الصابون التي هي مادة غازية، هذه البالونه مليئة بالماء وأيضا يوجد فيها صدفة إذا هي خليط من صلب سائل وغاز، وهذا البالون أيضا يوجد فيه صدفة وبعض الفقاعات أي يوجد بعض الغاز هنا وهي مملوءة بالماء السائلة، إذا هي خليط من صلب وسائل وغاز.